اهلا بكم ابنائي الاعزاء طلاب جريد 5. النهارده هنكمل مع بعض ليسن 5. اول حاجه هنتكلم عن باسكال. باسكالز ترينجل. باسكال از وان اوف ذا موست انترستينج نمبر باترز. توبل ذا ترينجل ستارت ويز 1. هنبدا ب 1 فوق بعد كده and then continue placing number below بنبدأ نحط الأعداد تحت منه 1 تحت بعد منه بعد كده بعمل plus لكل عددين يعني 1 دول مع بعض يبقى هنا 2 وهنا هكتب 1 بره منه بعد كده 1 و 2 مع بعض يبقى 3 وهنا 2 1 3 بعد كده 3 1 4 و 3 3 6 و 3 1 4 1 بعد كده ايه 1 و 4 5 6 و 4 10 و 6 و 4 هنا 10 وهنا 1 و 4 5 وبكتب 1 في الجوانب. ده اسمه ايه؟ باسكالز تراينجل. وده باترن مشهور جدا. هنا complete the following ايه to obtain the first 11 rows of باسكالز تراينجل. هنا بيوريني باسكالز تراينجل بس عمل ايه؟ عمل 11 rows. وطبعا ايه ممكن نبص عليها في الكتاب بتاع المعاصر موجودة. وايه او ممكن نعملها وحدينا يعني مش ومش لازم اعمل المربعات يعني ممكن اعملها كده اكتب 1 وتحت منها 1 بعد كده هنا 2 وايه 1 كده بعد كده 3 وهنا 3 وهنا 1 بعد كده هنا 4 وهنا ايه 6 و4 و1 في الجوانب وهكذا. Complete each of the following pattern 3 6 9 12. الباترن الاولاني عندي بيقول لي 3 6 9 12. هنا بيعمل ايه؟ كل عدد هنلاحظ بيبقى ايه 3 بيزود 3 على اللي قبل منه يبقى بلس 3 واللي بعده هنا بلس 3 واللي بعد كده بلس 3 يبقى هعمل 12 بلس 3 ايكوال 15 مكان 15 بلس 3 ايكوال 18 هنا 3 6 12 24. هنا بيعمل multiply by 2 يبقى 3 times 2 equal 6 6 times 2 equal 12 12 times 2 equal 24 24 times 2 equal 48 48 times 2 equal 96. اللي بعد كده هنا 1 ودول 4 ودول 9. الأولى 1 times 1 والتانية 2 times 2 واللي بعدها 3 times 3 يبقى اللي بعدها هتبقى 4 times 4. طب انا هرسمها وعايز نرسمها يبقى 1 2 3 4 وهرسم فوق منهم ايه 4 تاني وكمان 4 مره ثالثه وال4 الاخيره كده تمام. اللي بعدها 2 4 7 11. طب هنا بيعمل ايه 2 بعد كده 4 يبقى هنا اعمل بلس 2 بعد كده دي بلس ايه 3 بعد كده بلس 4 يبقى اللي بعدها هعمل بلس 5 تبقى ايه 16 بعد كده بلس ايه كده انا عملت بلس 5 بعد كده هعمل بلس 6 يبقى كده 22 وكده خلصنا ايه الاكزامبل ده. هنا كومبليت each of the following patterns the first one 80 90 85 80 space then space. هنا بيعمل ايه في كل واحده منهم بيعمل ماينس ايه ماينس 5 يبقى 80 ماينس 5 هتبقى 75 و75 ماينس 5 ايكوال 70. اللي بعد كده 5 10 20 40. هنلاحظ ان هنا بيعمل ملتبلاي 2 يبقى 40 تايمز 2 ايكوال 80 بعد كده 80 تايمز 2 ايكوال 160 بعد كده 1 2 4 7 يعمل بلس 1 بلس 2 بعد كده بلس 3 يبقى بلس 4 11 بلس 5 ايكوال 16. هنا 555 بيزود 5 على العدد يبقى هنا هحط ايه 5 5 وهنا 6 كده خلصنا الدرس بتاعنا شرحه وندخل على الاكسرسايز بتاعته. نبص مع بعض نحل المجموعة
اللي في الناحية الشمال دي. أول سؤال يقول لي 2 + 2 = 8 = 16. هنا ملاحظين إنه هو إيه بيعمل multiply by 2، يبقى 16 × 2 يبقى 32. بعد كده 32 × 2 = 64. 1 + 4 = 10. هنا plus 3 واللي بعده plus 3، بعد كده plus 3 يبقى 13. بعد كده 16. هنا 2 + 7 = 12 = 17. هنا بيعمل ايه؟ بيعمل adding 5 يبقى 22. بعد كده ايه 27 يبقى دي plus 5. 1 3 9 27. هنا بيعمل multiply by 3 يبقى 27 × 3 = 81. بقى 81 × 3 = 243. 12 10 8 6. هنا بيعمل subtract 2 يبقى 4. بعد كده ايه 2. هنا 1 2 4 7. هنا في الاولى زود 1 بلس 1 وهنا بعد كده بلس 2 بعد كده بلس 3 يبقى بلس 4 11 بلس 5 16. شوف اللي تحت بعد كده 2 5 10 17 26. 2 5 10 17 26 بيعمل ايه هنا؟ هنا بيعمل adding لل odd number plus 3 at first بكي plus 5 بكي plus 7 بكي plus 9 يبقى اللي بعد هعمل plus 11 11 هتبقى ايه 37 بكي plus ايه 13 يبقى 50 and so on. 142 143 145 بكي 148 152. هنا بلس 1 هنا بلس 2 هنا بلس 3 هنا بلس 4 يبقى بعد كده هعمل بلس 5 تبقى 157. 89 79 70 62 55. 89 الأول عمل subtract 10 بعد كده subtract 9 بعد كده subtract 8 بعد كده subtract 7 يبقى subtract 10 minus 10 minus 9 minus 8 minus 7 يبقى هنعمل minus 6 هتبقى ايه 49 18 9 4.5. هنا بيعمل divided by 2 18 divided by 2 equal 9 9 divided by 2 4.5 4.5 divided by 2 equal 2.25. بعد كده divided by 2 تبقى 1.75. هنا قلنا 2.25. بعد كده نعمل ايه divided by 2 تبقى 1.1 بعد كده ايه 1.125. نيجي بعدين مكتوب 1 1 2 3 5 8. باترن ده مشهور جدا 1 1 2 3 5 8 1 1. لو انا عملت 1 بلس 1 هيديني ايه 2، 1 بلس 2 تديني ايه 3. يبقى each number equals the sum of the previous two number يبقى 5 + 8 = 13. بعد كده 13 + 5 = 21. السؤال اللي بعده 777 777. كل مرة بيزود 7 فهنا 4 7s بعد كده هعمل له 5 7s 2 3 4 5 بعد 6 7s 1 2 3 4 5 6. هنا 1 × 1 2 × 2 3 × 3 4 × 4 يبقى بعد كده 5 × 5 بعد كده 6 × 6 1 × 2 2 × 4 اعتقد كده ايه كفاية علينا في الباترن. احنا اخدنا كده كفاية مش مستاهل
هنا 8 11 24 دي لما يكون في ميسنج نمبر بيفور اند افتر، فالناحيتين هنا بيعمل ايه؟ بيعمل ماينس ماينس 3، وهنا بيعمل بلس 3، يبقى هنا 17 20، وهنا هعمل ماينس 3 تبقى نيجاتيف 5 تبقى 5، وبعد كده هنا تبقى 2. هنا 12 24 48، هنا بيعمل multiply by 2 وهنا هيعمل divided by 2، هنا تبقى 6 بعد كده divided by 2 3، هنا multiply تبقى 96، بعد كده هعمل multiply by 2 تبقى 12 carry up 1 2 times 9 18، يبقى 192. وبعد كده عندي هنا مجموعة من الرسومات برضو بيكمل البطل، فاحنا كده كفاية علينا، مش هنكمل الدرس لأنه درس سهل بسيط خالص. وأسيبكم وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.